قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ذي الفضل والمنة، والصلاة والسلام على رسوله القائل: من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة، وعلى آله وصحبه نقلة علم الكتاب والسنة، وعلى تابعيهم وتابعيهم بإحسان: ما اتقى عبد ربه بأن جعل بينه وبين عذابه وقاية وجنة. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، وصية هذه الليلة مع وصية عظيمة من وصايا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أوصى بها أبا ذر رضي الله عنه، وفي رواية أنه أوصى بها كذلك معاذ بن جبل رضي الله عنهما، وإن كانت وصيته لأبي ذر أصح كما يقول محمود بن غيلان. وهذه الوصية أخرجها الإمام الترمذي رحمه الله في سننه. وهذه الوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول الترمذي: حديث حسن. وفي بعض النسخ أنه قال: حسن صحيح. وهذه أيها الإخوان قاعدة كلية من قواعد الدين، وجامعة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يتكلم بالألفاظ المعدودة وتحمل في طياتها معاني عظيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسم للمؤمن بهذه الوصية طريقه الذي يصل بإذن الله به إلى مرضات الله وإلى جنته. ففي هذه الوصية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر والأمة كذلك من بعده أن على العبد ثلاثة حقوق، على العبد ثلاثة حقوق: حق لله، وحق لنفسه، وحق للخلق. إذن أنت مطالب بكم حق؟ ثلاثة: حق لله وهو أعظم الحقوق، وحق لنفسك عليك، وحق لخلق الله. والإنسان السعيد الفائز في هذه الدنيا هو الذي يعطي كل ذي حق حقه. أعظم الحقوق هو حق الله على العبد. من أين نأخذه من حديث؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فهذا الأمر الأصل فيه الوجوب، لأن التقوى أصل عظيم من أصول الدين، والتقوى أصلها مأخوذة من وقوى، فالواو قلبت إلى تاء، فهي مأخوذة من يقيه، وقاه يقيه وقاية، أي أن تتقي بالشيء عن الشيء. وفي هذا يقول الشاعر العربي القديم، يعني في عهد الجاهلية قبل الإسلام، رأى منظرا من امرأة فترجمه ببيت شعري فقال: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. إذن التقوى الأصل فيها أنها من الوقاية، فعرفها بعض أهل العلم بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. بماذا؟ قالوا:
بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعرفها بعضهم قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ما عند الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. اجعل بينك وبين سخط الله وقاية، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. والآيات في التقوى كثيرة جدا، حتى أن الله أمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها النبي اتق الله. وأمر بها المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وأمام كل أمر وأمام كل نهي تقوى تخصه. فإذا أردت أن تصلي هناك تقوى تخص الصلاة، وإذا أردت أن تزكي وهكذا. إذا وقفت أمامك ماذا؟ أمام معصية، هناك تقوى تخص هذا الأمر. لذلك قال: حيثما كنت، وحيث ظرف للمكان، ويصلح أن يكون ظرف للزمان، وفي الحديث هو صالح لماذا؟ للاثنين. اتق الله في أي مكان، اتق الله في أي زمان، اتق الله حيث يراك الناس، واتق الله في السر، يعني في الخلوة وفي الجلوة. إذا كنت أقفلت على نفسك باب الغرفة ثم أخرجت جوالك، وهذا الجوال مليء بالخير ومليء ماذا؟ بالشر، اتق الله. اتق الله في بلدك، اتق الله في خارج بلدك، اتق الله في البر، اتق الله في البحر، اتق الله في السوق، اتق الله في المدرسة، اتق الله في السيارة. حيثما كنت في أي مكان وفي أي زمان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. وهذه تزرع في نفس العبد درجة ماذا؟ المراقبة، وهي أعلى مراتب الدين. علامة كمال الإيمان أن تراقب الله في السر والعلن، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. وللتقوى ثمار عظيمة جدا، بعضهم أوصلها إلى أكثر من 50 ثمرة، والمجال لا يتسع. أذكر بثمرة واحدة فقط يكفي في من ثمار التقوى، يكفي أن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين، وهذه منزلة شريفة جدا عظيمة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن اتقوا الله حق تقاته. هناك تقوى واجبة وهناك تقوى مستحبة، تقوى كاملة كما قال بعض السلف: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا ما لا بأس به خوفا من أن يقعوا فيما به بأس. الأمر الثاني في الوصية: حق نفسك عليك، ارحم نفسك. النبي أعطاك وصية: إن عملت بها فتكون قد قمت بأداء حق نفسك ماذا؟ عليك. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. مهما اتقيت الله ومهما حرصت على أن تأتي بهذه العبادة العظيمة، لابد وأن يحصل خلل، لأن بني آدم خطأ لابد. فإن وقعت في الخلل بأن ارتكبت محرما أو تركت واجبا، فماذا تعمل؟ أنت ارتكبت سيئة، أمر مذموم في الشريعة، ماذا تعمل؟ أتبع هذه السيئة ماذا؟ الحسنة. لماذا؟ تمحوها. إذن من مكثرات المعاصي اتباعها بالحسنات من أجل أن تمحى. انظر، تمحها. السلام عليكم. يفهم منه أن هذه السيئة لا تدخل في الموازنة يوم القيامة، لأن يوم القيامة هناك ميزان، ميزان للحسنات وميزان للسيئات. المؤمن إذا رجح ميزان حسناته على ميزان سيئاته دخل الجنة برحمة الله، وإذا رجح ميزان السيئات على ميزان الحسنات وهو مؤمن فهو تحت مشيئة من الله،
إن شاء عذب وإن شاء غفر له. وسبحان الله، هناك أعمال جليلة تؤكد بأن الحسنة ما هي للسيئة، لكن السيئات والذنوب ليست على درجة واحدة. هناك سيئات كبرى كالشرك مثلا تحتاج إلى حسنات ماذا؟ عظمى. يعني انظر في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى، هذا شرك، من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. الشرك يكفره وشو؟ التوحيد. أعظم الحسنات لا إله إلا الله. كذلك من الأعمال الصالحة التي تكفر الحسنات الصلاة، وما أعظم تأثير الصلاة على تكفير الذنوب والخطايا والأثام. انظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، والوضوء شرط من شروط الصلاة: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. ولكن أهل السنة والجماعة يقولون تكفير الذنوب خاص بالصغائر، وجمهورهم يقول في الكبائر لابد من ماذا؟ من توبة خاصة. إذا عندك التوبة، عندك الاستغفار، عندك الذكر، عندك الأعمال الصالحة، كل ما تخطئ اتبعها بماذا؟ بعمل صالح يزيل أثر هذه ليش؟ السيئة. والعجيب أن بعض الناس يتبع السيئة السيئة، فيكون حاله كحال من يريد أن يغسل عنه الدم بالدم، يسمع الأغاني، يشرب الحرام، يتكلم بالحرام، يمشي إلى حرام، يشرب الخمر، يتعامل بالربا، ينام عن الصلوات المكتوبة، هو عاق لوالديه، ترى يفعل هذه أغلبها من باب إيش؟ يريد أن ينفس عن ماذا؟ عن نفسه، فينتقل من ظلمة إلى ظلمة. لا، إذا أخطأت امسح الخطأ بماذا؟ بالحسنات الماحيات. وابن تيمية رحمه الله ذكر 10 أسباب من أسباب تكفير السيئات. والله سبحانه وتعالى مدح المتقين في كتابه بقوله: ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. الأمر الأخير في هذا القاعدة العظيمة أو الوصية العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخالق الناس بخلق حسن. الإنسان كما يقول ابن القيم وغيره مدني بطبعه، اجتماعي، لا يمكن لأي إنسان أن يعيش لوحده على هذه البسيطة، أليس كذلك؟ لا بد أن يتعامل مع غيره. والعجيب النبي يقول: وخالق الناس، لم يقل وخالق المؤمنين. الناس تشمل المؤمنين وتشمل غير المؤمنين، ولكن يدخل في الخلق دخولا أوليا المؤمنون. نحن والله يا أحبتي في هذا نعيش أزمة، نحن في هذا الباب نعيش أزمة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي لفظ صالح الأخلاق. ولما سئلت عنه عائشة رضي الله عنها، سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يا أيها الأحبة، المجتمع والحضارة، حضارات الأمم، لا تقوم إلا على دعائم. من ضمن دعائم قيام الحضارة واستقرارها واستمرارها ماذا؟ القوة المعنوية. لا بد من قوة حسية، آلات العسكر، الجنود، الحرس، آلات الحرب إلى آخره، هذه لا بد منها، ولا بد من قوة معنوية، والمعنوية بالأخلاق وأداء لكل أداء الحقوق، وعدم ظلم الناس، وعدم هضم الناس، حق الناس. وإذا والحق المعنوي أقوى من الحق الحسي، وإذا تقوى الحق المعنوي قلت الحاجة إلى ماذا؟ القوة الحسية. بعض الناس عنده ديانة، عنده أعمال صالحة، لكنه يرسب
في ماذا؟ في أداء الحقوق والتعامل مع الناس، مع أن لا فرق، بل إن الأخلاق الحسنة التي يرتضيها الإسلام تراها منبثقة من العقيدة. أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. لذلك ابن تيمية رحمه الله العالم الرباني في كتاب العقيدة الواسطية في آخر الكتاب بعد ما ذكر أصول العقيدة ماذا فعل؟ عرج على أخلاق أهل السنة والجماعة وصفاتهم الحميدة، وقال له، قال: وأهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق. وتمثل بذلك في سيرته رحمه الله، حتى أن بعض من يعرفه يقول: وددت أنني أتعامل مع أهل بيتي كما يتعامل ابن تيمية مع أعدائه. انظر كيف يقول: وددت أنني أتعامل مع أهل قرابتي كما يتعامل ابن تيمية مع من؟ أعدائه. خالق الناس بخلق حسن، لا تكن سيفا على الناس يسل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.